ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. بداية أحداث اللقاء، كرة طويلة إلى الأمام، يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. عدت الكرة، يمر يلعب كرة بينية، كريستيانو يفعلونها يسجلون في المرمى الآن هدف. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. نهاية 45 دقيقة أولى، إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. على اليمين وصل، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، ردة فعلها سريعة جدا، يحاول تمريرها من والكرة في الشباك، جول! الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. ولا تغيير سيتم مع توقف الكرة. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. وتسديدة، يا إلهي، يا سلام، يا لها من نهاية، يا له من هدف قاتل، يا لها من لمسة رائعة، يا لها من كرة جميلة، هدف للتاريخ. كانت هذه التسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. يا لها من لحظات درامية مثيرة. يحتسب الحكم ركلة حرة. لمسة بينية، أوين! الكرة في الشباك، هدف! نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأصبحت النتيجة هي التعادل. ثانية، دينيس بيركام، مرت الكرة، أوين! وتمنعها العارضة، ملعوبة بشكل جميل. يحاول أن يلعب كرة بينية، بافل نيدفيد يتسبب في خطأ، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب.
90 دقيقة من الركض لم تكن حاسمة. هيا بنا إلى أوقات إضافية. دراما كروية حقيقية في هذه المباراة. الأداء كان كبير، ولكن بالرغم من ذلك فإنه لم ينجح أي من الفريقين في الفوز، وإن كان في حالة رضا على ما قدم من أداء. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني، والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. تتواصل أحداث بعد 90 دقيقة من اللعب بدون أهداف. هل سنشاهد هدف في تسديدة من أول لمسة؟ لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. دفاع ينجح في بعض الكرة عن منطقة الخطر، يتعثر ويفقد توازنه. كل هذا روعة روعة روعة. بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. ولديهم تغطية قوية جيدة، ربما فرصة أكبر في حسم المباراة. حارس المرمى في مباراة اليوم، لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. مرت الكرة والتسديد. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. روت خوليت، يا إلهي، جول. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. تساوت الكفتان في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المثيرة. إيزارازو، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. باتريك فييرا. مارادونا يلعب كرة على اليسار. بافل نيدفيد يلعب كرة إلى الوراء. هذه هي صافرة النهاية. هيا بنا إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، المعاناة. البعض يعتبرها الموت البطيء كرويا. لاعبي الفريقين واضح عليهم الكثير من الإرهاق، من التعب، لكن أيضا عليهم بذل مزيد من المجهودات. إرهاق كبير، تعب كبير لدى كلا الفريقين. تركيز مطلوب، ثقة مطلوبة، ركلات ترجيح. من يحسم الأمور؟ من يفوز؟ من يخسر؟ من يفرح؟ من يبكي بعد هذه المباراة؟ ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. مارادونا يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. ثاني لاعب يسدد. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. فرصة ليتقدم بهدف ثاني. سددها على اليسار. الفريق يضاعف الفارق الآن.
ثالث منفذي الركلات. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. مع هذه الركلة هل ينجح في تعميق جراح الخصم؟ يلعبها في العارضة. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ. ضربة ضائعة. يتقدم بثبات. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ إذا سجلها يمر فريقه. أوه، كرة رائعة. حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة. بدالي أنه مستحيل التصدي لها. الآن الدور على اللاعب السادس. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. يلعبها في الجانب الأيسر. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز، ما عندنا حل آخر.